الصحف خرجت بعد هذه المباراة بعد اكتمال الدستة بتؤكد على تفوق وقوة الأهلي واستمرار انتصاراته. الأخبار قالت الأهلي يروض الذئاب، الفارس الأحمر يعزز الصدارة بفوز مثير على المقاولون بهدفي الشحات والحاوي. والأهرام قالت يوم الفانيلا الحمراء في مصر وإنجلترا. الأهلي يغرد على القمة منفردا وليفربول بلا منافس في البريمير ليج. حامل اللقب يهزم المقاولون والحاوي صاحب أجمل لقطة. الأخبار المسائية قالت الأهلي يبدع، الأحمر يفوز على المقاولون بعشرة لاعبين ويواصل سلسلة انتصاراته في الدوري. والمساء قالت بعد الفوز على المقاولين 2-0 الأهلي عدى وفات بوليد والشحات. الأحمر حقق الفوز الـ 12 على التوالي ورفع رصيده إلى 36 نقطة. المصري اليوم الأهلي يهزم المقاولون بثنائية وليد والشحات في موقعات السلام.